ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف التاسع، سوف نقوم اليوم بحل أسئلة التذوق الأدبي لقصيدة تحية إلى جيشنا العربي، وهذه الأسئلة متواجدة في الكتاب صفحة رقم 48. سأبدأ الآن بالسؤال الأول: إلى ما يرمز كل من قوس السنة، أسمى الميادين وشعاع المنى في هذه القصيدة؟ قوس السنة يرمز إلى الفرح والأمل بالنصر، أسمى الميادين يرمز إلى التضحية والقوة والفداء ومعارك الجيش العربي، وشعاع المنى يرمز إلى تحقيق الأمنيات، الحرية والعزة والأمل بالنصر. السؤال الثاني: استخدم الشاعر ضمير المتكلمين نا في مخاطبة الجيش، فما دلالة ذلك؟ دلالة على الفخر والاعتزاز بالجيش وتعظيمه وعلو منزلته، كذلك يدل على انتماء الشعب للجيش ولوطنه، فالشعب والجيش هدفهما عزة الوطن وحريته، ويعبر عن شعور الشعب مع الجيش في همه. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال الثالث: ما دلالة ما تحته خط فيما يأتي؟ من كل أشوس يلقى الموت مبتسما في ساحة المجد أو في حومة الحرب. يلقى الموت مبتسما هنا دلالة على حجم التضحية وقوة وشجاعة الجيش العربي وحب الشهادة أي الشجاعة. ثانيا: له المدى الرحب والأفلاك موجته وفي السماء نسور الجو في لجبي. هنا نسور الجو أعزائي الطلاب كما تلاحظون أمامكم دلالة على طائرات الجيش وسلاح الجو الملكي أي الحرية. نسور الجو دلالة على طائرات الجيش وسلاح الجو الملكي الحرية. ثالثا: يغني الحديد وفي أجناده همم تطوي الصعاب بعزم غير محتسب. يغني الحديد دلالة على قوة وبأس الجيش العربي أي القوة. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال الرابع: وضح عناصر الصورة الحركية واللونية في البيت الآتي. هو الأبي المفدى وهجه لهب وصوته الحق في تاريخنا العربي. أعزائي الطلاب، وهجه لهب شبه قوة الجيش العربي بوهج اللهب. إن النار المشتعلة بقوة تصدر صوتا، ولون النار الأحمر يضيء ما حوله. الصورة الحركية متواجدة في اللهب، والصورة اللونية متواجدة في وهجه. أعزائي الطلاب، أنتقل الآن إلى السؤال الخامس: أجب بعد دراستك القصيدة عما يأتي. ألف: وضح جمال التصوير فيما تحته خط فيما يأتي. له المدى الرحب والأفلاك مهجته وفي السماء نسور الجو في لجبي. الأفلاك مهجته هنا شبه الشاعر الأفلاك بالروح. يا فخر أمتنا، يا سيف عزتنا، ويا شعاع المنى في أعين الشهب. يا سيف عزتنا هنا شبه العزة بإنسان يحمل سيفا. والجيش يصعد في أبهى معارجه نحو الشهادة لم يرجع ولم يهب. الجيش يصعد في أبهى معارجه نحو الشهادة، هنا صور الشاعر الجيش بإنسانا يتخذ سلما يصعد عليه إلى الأعلى لنيل الشهادة. أنتقل الآن إلى الفرع الثاني من هذا السؤال: استخرج من القصيدة صورا فنية أخرى ووضحها. يا جيشنا الباسلة البتارة صارمه، إنا كتبناك عنوانا على الكتب. هنا صور الجيش بالسيف القاطع في عزمه وقوته، كما صور الجيش بكلمات تكتب كعنوان على كتاب دلالة على أهميته. أيضا هو البيت الآتي هو المنيع: ودرع الله في وطني وتاجه هاشمي شع في السحب. هنا الصورة الفنية أعزائي الطلاب صور الجيش العربي بالدرع الذي يحمي ويصد رباط العدو، كما صور التاج الهاشمي بالمصباح المشع. أنتقل الآن أعزائي الطلاب إلى السؤال السادس: اختر بيتا أعجبك في القصيدة موضحا
سبب اختيارك، تترك الإجابة لكم أعزائي الطلاب في هذا السؤال. السؤال السابع، اقترح عنوانا آخرا للقصيدة تراه مناسبا للمضمون، إما أعزائي الطلاب جيشنا الباسل أو الأبطال الشجعان، وبإمكانكم اقتراح عناوين أخرى للقصيدة. السؤال الثامن أعزائي الطلاب، ما العاطفة التي أملت على الشاعر نظم هذه القصيدة؟ الحب والفخر والإعجاب والاعتزاز بالجيش العربي وإنجازاته، كذلك حب الوطن. السؤال التاسع، لجأ الشاعر إلى التكرار في المعاني والمفردات، ألف أعطي أمثلة لذلك. كرر في صفات الجيش العربي في بعض الكلمات مثل أشوس والبتار والباسلة والصارم والشجاعة، بسالته العلا والقوة والعزة والجيش. با، ما دلالة هذا التكرار؟ تأكيد على أهمية وعظمة وشجاعة الجيش العربي، وكذلك دلالة على تأكيد المعنى وتثبيته لدى المتلقي. هكذا أعزائي الطلاب أكون قد انتهيت من حل أسئلة التذوق الأدبي، المطلوب منكم القيام بحلها وإرسالها لي. أشكركم طلابي الأعزاء على حسن الاستماع، وألقاكم في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.